الرحمن الرحيم، أعزائي المتابعين حياكم الله، معكم السعادة. مسألة جميلة جدا، بيقول لك 3 أس إكس زائد 2 بيساوي 126. عايزين نجيب قيمة 3 أس 2 إكس، كيف نجيب قيمة هذا المقدار أو هذا التعبير؟ أوكي، صلى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام قال بيجي على الآخر واستفيد منه إن شاء الله. أولا يا سيدي الفاضل، الـ 3 أس إكس زائد 2 ممكن نكتبها اللي هي عبارة عن 3 أس إكس في 3 أس 2 يساوي كام؟ 126. يبقى 3 أس إكس يساوي 3 أس 2 9، ونقسم 126 على 9. هتلاقي هنا إن 3 أس إكس بيساوي كام؟ بيساوي 126 على 9 اللي هي 14. 14 36 36 3 9 في 1 9 3 12. انا عاوز اجيب 3 اس 2 اكس، مش 3 اس 2 اكس يا جماعه، ممكن نكتبها 3 اس اكس الكل اس 2، صح كده؟ 3 اس اكس عندك بكام؟ 3 اس اكس ب 14، يبقى 14 الكل اس كام؟ اس 2. 14 في 14 بكام؟ ب 196، ودي اجابه المساله بتاعتك. اوكي، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.